سلام الله عليكم أحباءنا في قناة المشاهد. يخفي اسم محمد الزرقطوني وراءه حكاية إقدام وشجاعة كبيرتين، حكاية رجل فذا بلاده بروحه، رحل تحت وقع مصيدة المستعمر بوشاية من ابن وطنه، واختار أن يستشهد من تلقاء نفسه رغبة على أن يفشي أسرار وأسماء المناضلين رفاقه. يكاد لا يخفى اسم محمد زرقطوني على أحد في مغرب اليوم، فهو رجل خلد ذكره بطرق عديدة، فما من مدينة بالمغرب مثلا إلا وتحمل مدرسة أو شارعا باسمه، لكن الاسم يخفي وراءه حكاية إقدام كبيرة. من يكون هذا الرجل؟ ولد محمد زرقطوني ذات يوم من سنة 1925 بدرب سوينيا بمدينة الدار البيضاء القديمة، لأب يحمل نفس اسمه ينحدر من مدينة الصويرة، وأم فاسية اسمها خدوج بنت الرئيس. الزرقطوني كان الابن البكر لأسرة تتكون منه ومن ثلاث أخوات. كان الزرقطوني الأب مقدم الزاوية الحمدوشية، وفيها تعلم زرقطوني الابن القراءة والكتابة قبل أن يلتحق بالمدرسة العبدلاوية، وكانت هذه الأخيرة ذات تعليم حديث، تعد من أوائل المدارس الحرة التي أنشأها المناضلون المغاربة بدايات أربعينيات القرن الماضي. أسس محمد زرقطوني سنة 1948 خلية القانون المحروق بالدار البيضاء إلى جانب سبعة أفراد آخرين، لتعد بذلك الخلية الأولى على درب النضال. بعد بلوغه سن 15 أراد محمد زرقطوني أن يستقل بنفسه ماليا، فانقطع عن الدراسة من أجل العمل، مع أنه ظل يطالع بعض الكتب والصحف القادمة من هنا وهناك خصوصا ذات الأبعاد السياسية، فتفتق باطلاعه عليها وعيه السياسي في ظروفه اتسمت بنهاية الحرب العالمية الثانية وبداية موجة الحركات التحررية ضد الاستعمار. سنة 1947 كان السلطان محمد الخامس يعد لزيارته الشهيرة إلى طنجة، حيث سيلقي خطابه، بيد أن سلطات الحماية ووعيا منها برمزية هذه الزيارة التي تصل إلى مناطق نفوذ الحماية الفرنسية بنظيرتها الإسبانية انتهاء بالطنجة الدولية، صارعت إلى نصف الرحلة عبر ضربة ما يسمى بسنغال الدموية، والتي أفضت إلى مقتل أزيد من 1000 شخص من العزل. في هذه الظرفية بالضبط شعر محمد زرقطوني وفق ما يرويه الصحفي الحسن العبيسي في كتاب وثق فيه سيرة الزرقطوني أصدره سنة 2002 أنه لا بد من مواجهة العنف الذي تستعمله القوى الاستعمارية بقوة موازية. هكذا اختار الزرقطوني العمل السري رفقة خلية مسلحة رافعا شعار العنف لا يواجه إلا بالعنف. بناء على ذلك أسس محمد زرقطوني سنة 1948 خلية القانون المحروق بالدار البيضاء إلى جانب سبعة أفراد آخرين لتكون بذلك الخلية الأولى على درب النضال. ثم تزامنا مع ذكرى عيد العرش لسنة 1952 أشرف الزرقطوني على تنظيم حفل بالدار البيضاء رفع فيه لأول مرة العلم المغربي بجانب الأعلام المغاربية الأخرى. شعر محمد زرقطوني ووفق ما يرويه الصحفي الحسن العسيبي أنه لا بد من مواجهة العنف الذي تستعمله القوى الاستعمارية بقوة موازية. يقول الحسن العسيبي أن الزرقطوني قد استغل المناسبة من أجل إقناع وفد صحفي أجنبي لحضور الحفل ليكتشف ما هي النضال المغربي، إلا أن سلطات الحماية وقفت في هذه اللحظة على خطورة هذا التنظيم،
فما كان من سرقطوني سوى الدخول إلى السرية بعد أن اتضح أنه كان الرأس المدبر له. منذ بدء العمل السري فرض على سرقطوني تغيير عنوانه من مدينة القديمة إلى درب السلطان، ثم تغيير عمله من المتاجرة في الأتواب إلى التجارة في الخشب. يقول العسيبي إن العمل السري ضمن الخلية الجديدة كان أكثر نضجا. فبعد نفي السلطات الاستعمارية محمد الخامس في 20 غشت 1953 تزامنا مع عيد الأضحى، قررت الخلية الرد بقوة على المستعمر تزامنا مع أعياد الميلاد المسيحية من خلال عملية مارشي سنترال. قبل عملية مارشي سنترال التقى محمد زرقطوني بأعضاء من منظمة اليد السوداء، فاجتمعوا على ضرورة الرد بقوة على نفي محمد الخامس. هكذا رأوا أن يبدأوا بتصفية الخونة، فكان ذلك في شتنبر سنة 1953، إذ قاموا بتصفية كل من العرب المسكيني ومحمد بن نيس وعبد الله الفاسي. بعد عدد من التفجيرات انقلبت حياة محمد زرقطوني رأسا على عقب، بعدما أصبح المطلوب رقم واحد لدى سلطات الحماية في المغرب. ثم بعد ذلك حان موعد عملية مارشي سنترال بالدار البيضاء، حيث تم تفجير قنبلة ليلة رأس السنة الميلادية لرمزيتها كرد على نفي محمد الخامس. كما تلت هذه العملية عمليات أخرى تم فيها تفجير القطار الرابط بين الرباط والجزائر. من هنا انقلبت حياة محمد زرقطوني رأسا على عقب، بعدما أصبح الرأس المطلوب رقم واحد لدى سلطات الحماية. وهذه الأخيرة قامت في غضون ذلك باعتقال أحد أصدقائه واسمه البشير شجاع الدين. كان صهر شجاع الدين قد تورط في قضية مع الشرطة السرية الفرنسية، فأقنعته باعتناق الحرية مقابل دلهم على مكان وجود الزرقطوني. يبدو أن العرض كان مغريا لصهر شجاع الدين، ذلك أنه توجه إلى محمد زرقطوني الذي كان متخفيا وأخبره أن قضية صديقه قد حلت، وأنه تم إطلاق سراحه، وأنه يعود إلى البيت دون أدنى مشكل. عاد الزرقطوني إلى بيته فوجد عناصر من الشرطة في انتظاره، وهكذا ألقوا عليه القبض بن وشاية. مثلما أخرجتم النازية وهتلر من فرنسا، سنخرجكم من أرض المغرب، ومحمد بن يوسف سيعود إلى أرض الوطن، والمغاربة طال الزمن أو قصر سينالون استقلالهم. هكذا قال الزرقطوني موجها كلامه للشرطة بعد اعتقاله. لكن هؤلاء لم يكونوا على علم بأن الزرقطوني كان يعد لهذه اللحظة منذ أمد بعيد، فكان يخبئ لديه حبة سامة هكذا وكي لا يتحمل مشقة تعذيب يمكن أن يجعله يفضح عن عناصر الخلية. اختار الزرقطوني أن يضع حدا لحياته بابتلاعها. محمد الخامس يقول عنه: أيها البطل الشهيد، شاء الله عز وجل أن نقف على قبرك لا لنبكي شبابك الغالي، فإن أمثالك لا تقام ذكراهم بالبكاء، ولا لنجدد التعزية لأهلك وذويك، فإن فقدانك أعظم شرف أصبحت تعتز به أسرتك. من جهة أخرى يشير الصحفي المغربي الحسن العسيبي إلى أن عناصر الشرطة بمجرد أن وصلوا بالزرقطون إلى مخفر الشرطة الموجود حاليا بالشارع الروداني بالدار البيضاء، فوجئوا بسقوطه صريعا تحت تأثير السم، فخاب بذلك أملهم في نزع أي اعتراف منه، ولم يسمعوا منه سوى تلك الكلمات التي نطقها في آخر تواني حياته الحاملة لبشارة الاستقلال. ليس من الصدفة اليوم في شيء أن يكون اليوم الوطني للمقاومة هو 18 يونيو، فهو اليوم الذي استشهد فيه الزرقطوني سنة 1954، وخلدها سنتين بعد ذلك محمد الخامس في خطاب له يقول فيه معددا مناقب الراحل: أيها البطل الشهيد، شاء الله عز وجل أن نقف على قبرك لا لنبكي شبابك الغالي،
فإن أمثالك لا تقام ذكرهم بالبكاء، ولا لنجدد التعزية لأهلك وذويك، فإن فقدانك أعظم شرف أصبحت تعتز به أسرتك. ولكننا جئنا اليوم لنتذكر المثل الأعيا التي بذلت فيها روحك الطاهرة. محمد الزرقطوني بعد اليوم أحد أبرز رجالات المقاومة في المغرب وأشهرهم. لا مدينة في المغرب إلا وتحمل اسمه، سواء كان شارعا أو مدرسة، تخليدا لذكراه. أبرزها شارع محمد الزرقطوني بالدار البيضاء، الذي يعد من أكبر شوارع المدن المغربية. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.